هوية بريس. السلام عليكم، الاسم ديالي عبد السلام طواقي، من مدينة ساكن في مدينة فاس. المشكل اللي عندي هو عندي واحد الوالد ديالي الله يرحمه كان شرا واحد القطعة ديال الأرض في ولاد الطيب، المساحة ديالها 200 متر، ودابا تما وهادي واحد 4 سنين ولا 5 سنين وحنا عندنا عليها تنازع مع اللي هو مكتوبة في سميتو من طرف واحد آخر، وداك السيد في الخفاء. دابا الأرض تبنات، دابا لي تقريبا واحد 3 سنين ولا 4 سنين باش تبنات، وحنا قبل لا تبنى كنا مشينا ودرنا شكاية للوكيل المالك وشكاية للوالي ديال عمالة فاس وشكاية للقايد وشكاية ديال رئيس الجماعة. من بعد ما طلعنا لقينا تبنات، ويعني فاش تبنات شكون هاد السيد هذا، شكون هو اللي عطاه هذا اللي عطاه الرخصة باش يبني؟ الجماعة هي اللي مكلفة بهذا الشيء هذا، والأرض عليها نزاع كان خصها ما تبناش، ورئيس الجماعة هو اللي صنالو الرخصة باش يتبنى. الأرض في السمية ديال الوالد ديالي الله يرحمه، الأرض في الاسم ديال الوالد، والوالد الله يرحمه. ما كتبت شكايات وما حتى شي واحد ما طرقت جميع الأبواب. في الأخر درت محامي وخرج الخبير تما، بعد ما خرج الخبير تمايا ما قال لي والو، قال لك الخبير خرج وما عرفش الأرض. ما عرفش الأرض فاش توجد، فين كتوقع، فين جاية، ولا سيما أن الأوراق راه عنده، والورقة اللي فيها راه كتحدى شمالا هذه وجنوبا، يعني اللي بغى يعرف الأرض راه غادي يعرفها. يعني الوثائق كيحددوا الارض فين كاينه بالضبط، الوثائق راهم معايا كاملين. قلتي لنا شري بان نادى عليك رئيس الجماعه وعرض عليك واحد المبلغ من المال، واش ممكن تعاود لنا كيفاش عيط لك شنو قال لك؟ اللحظه اللي كنت مشيت لعند رئيس الجماعه قال لي اودي دابا الارض اللي عطا الله عطاه، وراه شوف كما تسالك مع السيد كما تفاهمت وياه، وراه كانت معايا تمرة الاب ديالي كانت معايا، قال لي شوف كما تسالك معاه وتفاهموا انت وياه نعيطوا له نفهموكم. قلت له انا بحال هاد المفاهمه، قال لي يعطيك واحد 40000 درهم ولا 50000 درهم والله وزعما والله ينيكم. قلت له واش انا الارض تساوي 3000 درهم وانت كتساويني بهذا المبلغ هذا؟ من تم الله صافي الارض تشرعت في البني، صافي الارض تكملت بالبني ديالها. يعني هاد الشيء هذا عيط قبل ما كانت مازال كتبنى؟ انت يلاه مازال كتبنى، حقاش حنا في الساعه فاش حفرت مشينا درنا شكايه، يلاه حفروا لسان مشينا درنا شكايه. مشينا درنا شكايه عند القائد وعند رئيس الجماعه وعند رجال الدرك، ومشينا عند وكيل المالك ومشينا عند رئيس المحكمه ومشينا حتى لذاك الوكاله الحضريه ديال المدينه ديال التجهيز وديال داكشي، مشينا حتى هي درنا فيها الشكايه، واخر شكايه درنا هي للوالي، ولحقاش هو عنده اليد في هذا الشيء هذا، لان مادام الارض تبنات شكون اللي كيعطي الرخصه؟ رئيس الجماعه هو اللي كيعطي الرخصه، اذا مادام السيد كمل بالبني ديالو راه عطاه الرخصه، اذا راه هو عنده دخل في هذا الشيء هذا. اذا انتم من كتحملوا المسؤوليه؟ حنا كنحملوا المسؤوليه لرئيس الجماعه والجماعه، لان هي اللي عندها دخل في هذا الشيء، وهي اللي سلمت للسيد باش يبني، لانه كما عطاتش الرخصه ما غايبنيش. كنا شفت السيد الحموشي باش يعطي التعليمات ديالو للفرقه الوطنيه والشرطه القضائيه باش يبحثوا في هذا الملف.